because if you have a growth of branch, as a growth of branch, the one muscle, the liel stylum, branch is not. But in BD, branch is in posterior, cell of the tongue. General sensation, like this sensation, including the dilated patella. وبعدين بيدي توسيلر برانش بيطلع لها ميوكس ممبرين اللي على التونسل وبيدي كمان الاندر سيرفيس اوف ذا سوفت بانل هذا النيرف ده هو كمان انتوا عارفين ان هو بيسبلاي البروتيد جلاند فبص الاقي الليدل اير اهي الكاف بتاعت الميدل اير. ابص الاقي هذا جروس فرنجيال نيرف ريتد ليف فلور. ريد التمبانيك برانش. يجي داخل جوه عامل التمبانيك بيكسس. طلع من التمبانيك بيكسس اللي لسه بتفروزال نيرف يمشي في الكرينيال كافيتي ويدخل انفرا تمبرا فوس عن فرام الاوبال ويحصل ليه فلويد الجانجلي. انت هتبص ان دول الفايبر ياخدها الايه؟ الانفروتيمورال نير يوديها للبروتيد جلاند. انتوا عارفين القصه دي صح؟ فعارفين وعارفين ان لسه بتروز النير وعارفين انه يدخل في الفرع من الاوبان وعارفين الاوبان الجانجي اللي في الانفرا تمبرا الفوسطى وخدنا الاريثروتيمبرال نير وقلنا المتركاني باراسيمستيك للبورت الثاني هذه التمبانيك بريسز ده هي التمبانيك بريسز بتدي ايضا سنسيشن بالميوكوس ممبرين بتاع الميدل اير وبيدي ايضا سنسيشن للدرام وعارفين الدرام اللي تاخد الجزء طب الجزء ده سطح لبره وسطح ناحيه الميدل اير لجوه ايضا سبلاي ذا ميوكس ممبرين على الانر اسبكت اوف ذا اير درام سنسوري فالجروس فرنش النير جيف سنسو نير سبلاي للميدل اير اند ات جيف نير سبلاي اولسو للانر اسبكت اوف ذا اير درام قبضه الاذن سنسيشن هذا السنسيشن هيروح ليه برضه للسباينال بارت او سباينال نيوكلس بتاع تراجين النام لكن بيد ايضا باراسيمباثيك برانش اللي هو لسه بترودا ده جاي من النيوكلس بتاعت الانفيريور سيريبر نيوكلس لسه ريلي وعارفين القصه بتاعته فبيد التلمانيك برانش التلمانيك برانش هو ده احد البرانشات التلمانيك برانش بتاعه التلمانيك عشان يعمل تلبانيك بيكسس هيدا النيرف ايضا بيدي برانشز من الكاروت الساينس عارفين الكاروت الساينس؟ عارفين الكومن كروت ارتري لما بيجي يتفرع بيتفرع للاكسترنال كروت ارتري وعند البدايه بتاعت الاكسترنال كروت ارتري وهو طالع بص الاقي دايليت ساكن اهو. ادي الدايليت ساكن اهي تسمى كاروتيد ساينس. وهنا هو على البايفركيشن من الخلف بودي اسمه كاروتيد بودي. مش هتقعد في الفسيولوجي؟ خدت الكاروتيد ساينس ده هي تلاقي العفه بالبار بريشر. لما البار بريشر بيعلى البارس بيوقع. والعكس نتيجة الديفيسز من الايه؟ الكاروت الساينس. وأيضا السو 2 لما بيعلى السميوت الكاروت البودي فبص الاقي الاسبريشن تعلى البار بريشر يعلى بيحصل تاكيكارديا. خدتها في الفسيولوجي فهو بيدي نيرف الكاروت الساينس والكاروت البودي. ده أحد البرانشات أيضا بتاعه. البرانش بتاعه الثاني احنا خدناه سنة ثانية
لما قلت لكم مين ديفرنشال برانش يبقى اربعه الكاروت الساينس. وبص نمره خمسه مين ديفرنشال برانش فاكرينه؟ هذا الفرنشال برانش ده هو قلنا نروح على الايه؟ الميدل بروستيرتور ماسل كونتفيرنس. ويجي الفرنشال برانش بتاع بروستو فرنشال نير يروح مع الفرنشال برانش بتاع الفيجاس نير مع الفرنشال برانش بتاع السمباثيك بليكسس ويعملوا لي الفرنشال بليكسس. لازم تعرفوه. بصوا فرنشال نير ده سنسوري برانش سنسوري ديفيجن. الفيجاس نير بيدوا الموتور روم دي سمباثيك. وعن طريق هذه البليكسس البروسو فرنشال نير بيسبلاي لاورو فارينكس. اورو فارينكس سنسوري سنسور نير سبلاي لاورو فارينكس. دي الميجور برانشز بتاع البروسو فرنشال نير. ده الميجور برانشز بتاع البروسو فرنشال نير. How to test it؟ هنخليها في الآخر كلهم مع بعض. How to test cranial nerve integrity؟ ده مهم جدا. لكن لازم أعرف البرانشات بتاعت الجروس فرنجيال نير والامتحان تقريبا هيكون كله معظمه لازم cranial nerve تيجي لازم تيجي في كذا حتة. لازم تيجي في كذا حتة. لازم أبعت البرانشات نفس المصل الوحيدة اللي بيصبها إيه؟ ماشي ما بين الاثنين كاروتين. وبعدين يصب بقى الحته دي يصب النيوكليال بتاعته يعني كده احنا بنجرب فرام وهكذا. ده نمرة 9 اللي وراه هيبقى نمرة 10 اللي هو مين؟ الفيجاس نير. لو انا خدت برضه كروس سيكشن في المضلة اوبن المضلة ابص الاقي نيوكليس امبيجلس ما زالت موجودة وفي دورسال نيوكليس اوف ذا فيجاس باراسيمباثيك وفي نيوكليس سوليتيريس موجودة وفي السباينال بار أو سباينال نيوكليس بتاع كوراجين النار وهلاقي مش الانفيرو سليبر النيوكليس بقى هلاقي السوبيرو سليبر النيوكليس. فهلاقي النيرف يطلع من نيوكليس سوليتيريس ومن دورسال نيوكليس كونتيجيت بتاع الجنكشن دي. نيوكليس سوليتيريس كان التيست سنسيشن دورسال موتور نيوكليس كونتيجيت للباراسيمباثيك. نيوكليس امبيجوس ده الموتور وبعدين السباينال جاي لها سنسيشن. دول النيوكليات بتوع الفيجاس نير ايضا اربعه. الدورسال موتور نيوكليس ده الباراسيمباثيك دورسال موتور نيوكليس اوف ذا فيجاس وبعدين نيوكليس امبيجوس ده الموتور. نيوكليس سوليتيريس عشان التيست سنسيشن والسباينال بارت بتاع الترايجيمينال
then, spinal mutis, that's an original sensation. Then you get that vagus. نفس المكان اللي بيطلع منه الجروس فرنشال بيطلع منه الفيجاس اللي هو جنكشن ما بين الانفيوسر بيلر بلانكت والاوليف. بعد كده هذا النرف بيجي نازل في الجاجلر فرانك وماشي في الكاروتيد شيز وتبني ماشي بيه بالبوستير بيلي ويكمل في الكاروتيد شيز لغايه ان هو ما يلاقي السبليديان ارك. يكروس الفيرست بارت بتاع السبليديان ارك ويجي داخل في السوركس. ده الكورس بتاع الفيجاس. يبقى الاتاشمنت بتاعت البرين في السنجر ما بين الانفيريور سيربيلر بلانكل والاوليف. بيليف السكال عن طريق الجاكلر فرامي. بيجي داخل انسايد ذا كاروتيد شيز. اول اوفر ان ذا كورس. اول اوفر ان ذا كورس. لكن نهايته ات كروسز الفيرست بار اوف ذا سبكلينيال ارتري ويكمل في الجسم. ده المين لاند مارك بتاعت هذا الفيجاس. والفيجاس كاركترستيك على الجثه ان بلاقي السمك بتاعه واحد اول اوفر اتس كورس. الاقي تخنه ثابت ونازل فيرتيكال لان وراها سيمتاتيك تشين. سيمتاتيك تشين هتلاقيها رفيعه غاتله ومن فوق بتدخل عشان السبيل سيرفايكال سيمتاتيك جانجلي. فالاتنين ماشيين ورا بعض عشان ما تلخبطش فيهم. لو لقيت ان هي تخنه ثابت ده فيجاس نان. لو لقيت فتله رفيعه ومن فوق بتكلمص دي سيمباثيك تشين. فده كاركترستيك لهذا الفيجاس. وهو في الكاروتيد شيز ان هو ابر في الابر بارت بتاع الكاروتيد شيز هلاقي ادي الكاروتيد شيز اهو هلاقي الانتنر كاروتيد ارتري ميديالي الانتنر جاجلر فين لاترالي وهلاقي الفيجاس نان in between and in among posterior plane وبرا السيمباثيك تشين برا الشيز. فالفيجاس نيرف في الابر بارت بتاع الشيز بيبقى ما بين الانترنال كاروتيد ارتري along والانترنال جاجلر فين in between and in among posterior plane. لكن في اللور بارت بتاع الشيز هنا هو خلاص بقى في كومن كاروتيد ارتري. هبص على الكومن كاروتيد ارتري ميديالي الانتينا جاكلر بين لاترالي والفيجاس نيرف ان بتوين اند ان امور بوستيريور بلين. وده خدناه في الحروف الشيز. سهل. ما فيهاش اي مشكله خالص نهائي. في عنده اثنين جانجليا زي ده مش احسن من حد. في واحده جانجليا في جاكلر فرامن واحده جاست بلو جاكلر فرامن. ده الفيجاس نيرف. Superior ganglia or inferior ganglia.